أخواتي والإخوة، السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من السلسلة الرمضانية صوموا تصحوا. النظام الغذائي كيتغير تدريجيا في شهر رمضان، ومن أهم التجليات ديالو مرور المعدة بحالة من الكمون، بحيث كتبقى لساعات طويلة خالية من أي نوع من أنواع الأكل والشراب، وهذه حاجة مزيانة بالنسبة للجهاز الهضمي وحتى الجسم كامل، لأن الصيام يعتبر فرصة مهمة باش ننظفوا الجسد ديالنا من السموم ونصلحوا العديد من الأعطاب ومن المشاكل الصحية اللي كتنجم على نمط الأكل اللي كنتبعوه في الأشهر الأخرى من السنة. لكن الغالبية ديال الناس في هذا الشهر الفضيل إلا كانوا كيصوموا في النهار ديال رمضان، فراهم كيعوضوا هذاك الصيام بالدوبل أو التريبل ديال الماكلة في الليل، والمهم هو يشبعوا وما كيبقاش كيهم أن الأكل يكون صحي ومفيد أو خلافه. وبالتالي فعلى عكس المرجو من شهر الصيام، كيزداد الإقبال على استهلاك المأكولات والمشروبات من جميع الأصناف، وخصوصا الماكلة اللي فيها الحلاوة والإدام، وكيقل في المقابل استهلاك الخضر والفواكه والألياف الغذائية بشكل عام. إذن باش كتبقى التغذية ديالنا متوازنة في هذا الشهر الفضيل، كننصحوا الأخوات والإخوة باتباع النموذج الغذائي الاعتيادي للأكل، بمعنى نحاولوا قدر المستطاع نخليوا نفس النظام الغذائي اللي كنا كنتبعوه في الأيام العادية، بالحفاظ على نظام الثلاث وجبات اللي كانت في الأيام العادية هي فطور الغداء والعشاء، واللي غادة تولي في رمضان فطور عشاء وسحور. فيما يخص الفطور، فمن الأفضل أننا نقطع الصيام ديالنا باستهلاك أطعمة خفيفة وغنية بالسكريات سريعة الهضم، فحال التمر مع الماء أو مع الحليب، ونتفادوا في هذا الوقت نشربوا السوائل اللي سخونة أو باردة بزاف باش ما نضروش المعدة الخاوية ديالنا. هذا النوع من الأطعمة الخفيفة غادي يساعد في دقائق قليلة على الرفع السريع من نسبة السكر في الدم اللي كانت كتنخفض تدريجيا طيلة ساعات الصيام، كما أنها كتنبه المعدة باش تستعد لاستقبال وهضم مأكولات أخرى جاية في الطريق. بعد مرور شي دقائق قليلة، مثلا الوقت اللي نتوضاو فيه ونصليو المغرب، يمكننا نتناولوا بعض الأطعمة الخفيفة فحال شي صوبة أو شربة ديال الخضار وآتاي أو القهوة أو المشروبات إلى آخره. المهم أنه في وجبة الفطور خاصنا ما نكتروش بزاف على المعدة، ونمشيو معها دقة دقة في الأكل والشرب، وما تكونش الوجبة ثقيلة، بل نستهلكوا فقط الكمية اللي كيحتاجها الجسم ديالنا باش نسكتوا الجوع والعطش اللي كنحسوا به. الوجبة ديال العشاء في رمضان ممكن تبدا ساعتين حتى 3 سوايع بعد الإفطار، وحتى هي ما كننصحوش يكون فيها الإدام أو القطنية بزاف فحال الكسكسو والطاجين والبطاطا المقلية وزيد وزيد. وهادشي راجع لجوج الأسباب: اولا لانه ما كاين حتى شي فايده من اكل كميات كبيره من الطعام مباشره قبل النوم، لان هاد الاطعمه ما غاديش يتم امتصاصها بالشكل المناسب، وغادي يتم غير تخزينها فقط. ثاني حاجه، لان كثره الاكل في هاد الفتره من الليل غادي تخليك تبقى شبعان الليل كامل وحتى في الصباح المبكر، يعني انك غادي ما تسوقش للوجبه ديال السحور اللي كتعتبر وجبه في غايه الاهميه باش يدوز نهارك في ظروف حسنه. كنقترحوا خلال وجبة العشاء أنك تبدأ بأكل شي شلاضة مع صوبة ديال الخضرة، ومن بعدها تناول وجبة ديال الحوت أو ديال اللحم بيض بالخضار. الوجبة ديال السحور هي أهم وجبة من بين الوجبات الثلاث، واخا كاينين شي ناس اللي كيلقاو صعوبة باش يفيقوا وياكلوا في هذيك الفترة المتأخرة من الليل. علاش السحور مهم؟ لان هاد الوجبه هي اللي غادا تعطي الصائم الطاقه اللازمه باش يواصل الصيام ديالو دون مشاكل نهار كامل، بمعنى انها غادا تجنبو الاحساس بالجوع والعطش وبعض التاثيرات ديال الصيام اللي كنشوفوها بزاف في رمضان فحال النرفزه او ما يعرف بالترمضينه. هاد الوجبه خاص تكون فيها ماكله غنيه بالسكريات البطيئه الهضم فحال الخبز والنشويات، ولا بأس ناكلوا معاها أو نشربوا معاها شي شوية ديال الحليب أو أحد مشتقاته الغنية بالكالسيوم وبالمعادن، أو شي كاس ديال عصير الفواكه بلا ما تكون محلية. وكننصحوا في هذه الوجبة نتجنبوا استهلاك الماكلة المالحة أو الحارة أو المعجنات، لأنها كتسبب العطش أكثر من غيرها من الأطعمة. كاينين نصائح مهمة أخرى كتهم التغذية في رمضان
فحال اننا خاصنا ما نساوش شرب الماء بالوجبات بمعدل اطر ونص حتى 2 لتر. خاصنا نقللوا من استهلاك الماكله المدمه والمقليه لانها كتسبب البدانه او على الاقل كتخليك تكسب الوزن بطريقه غير صحيه. في المقابل خاصنا نكثروا من استهلاك الخضر والفواكه لانها غنيه بالاملاح المعدنيه وبالالياف اللي كتساعدنا على الوقايه من الامساك او القبض اللي كيكثر بزاف في شهر رمضان. خاصنا ايضا ما نكثروش من شرب القهوه واتاي في وقت السهره لان القهوه واتاي غادي تخليك تبول بزاف وبالتالي غادي تخسر كميات مهمه من الماء وحتى من الاملاح اللي كيحتاجها الجسم في وقت الصيام. اخر نصيحه في هذا الباب هي اننا خاصنا نحافظوا على ساعات كافيه من النوم اللي حتى هو ضروري باش يدوز نهاركم في افضل حال. بعض الاخوات والاخوه كيسولوا ايضا على احسن وقت يمكن نقوم فيه بممارسه الرياضه في رمضان لان هناك اللي كيقترح الفتره الصباحيه او اللي كيقترح الفتره المسائيه. الجواب الصحيح هو ان احسن وقت لممارسه الرياضه وفترة ما بعد الإفطار. علاش؟ لأن مزاولة الرياضة خلال الفترة الصباحية كتجعل الجسم يفقد الكثير من الأملاح ومن الماء وخصوصا السكريات اللي كنحتاجوها خلال يوم الصيام. أما الفترة ديال ما قبل الإفطار فكيكون المخزون ديالنا من هاد العناصر الغذائية والطاقية في أدنى المستويات ديالو وبالتالي يمكن تصابوا بالإرهاق بصورة سريعة. أما ساعتين بعد الإفطار فكيكون الجسم خزن الطاقة من جديد كما أن الأغذية الخفيفة اللي استهلكناها في الإفطار تم الهضم ديالها وبالتالي ساعتين بعد الإفطار هو وقت مناسب لممارسة الرياضة اليومية اللي خاصها تبقى خفيفة على كل حال. بل إن الذهاب مشيا على الأقدام إلى صلاة التراويح وممارسة هاد الشعيرة الرمضانية الأصيلة وهنا ما كنتكلموش على أيامات كورونا هي رياضة كاملة في حد ذاتها. إذن أهم فكرة فيما يخص التغذية في رمضان هي عدم الإسراف في الأكل لأن تناول كميات كبيرة من الطعام كيؤدي لانتفاخ المعدة وحدوث تلبك في المعدة وفي المصارن وعسر في الهضم كيظهر على شكل انتفاخ وآلام تحت الضلوعة وغازات في الكرش ديالك وإحساس بأنك مدقدق ما قادر حتى شي حاجة يعني الشعور بالخمول والكسل والنعاس لأن قسم مهم من الدم اللي كان في الأصل كيمشي للدماغ ديالك ولا غادي للجهاز الهضمي باش يعاون في هضم هذاك الشيء كامل اللي سرطتيه وبالتالي غادي يمشي الفضل ديال رمضان كامل غير في الأكل والشرب والنعاس. في الحلقة الجاية غادي نتكلموا على الفوائد الصحية للصيام في رمضان والآثار الإيجابية ديالو على بزاف ديال الأمراض خصوصا المزمنة منها. ما تنساوش تعملوا جيم للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال الحلقات ديالنا. إلى اللقاء.